تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه حفظه الله بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، كما ضمنها خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من معاليه من صادق التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، وعلى ما أعرب عنه معاليه عن تهنئة بمناسبة تولي سمو حفظه الله مقاليد الحكم متمنيا له موفور الصحة والعافية.